كل اللي يشاهدونا بكل مكان عبر شاشة تلفزيون دبي. وسهرتنا الليلة سهرة دي سبيسيال بي وانتو جمهور احلى جمهور. مشاهدينا اضاءة ترتتا جان فيليب بوردو ونسيب ماضي, صوت ترتتا عماد مراد, فرقة ترتتا إليل عليا, وأخراج ترتتا باسم كريستو. ضيوفنا مشاهدينا في هذا اليوم الفنان فايز السعيد, فؤاد عبد الواحد, وفيصل الجاسم. وفي بداية الحلقة مشاهدينا خلونا نرحب بالفنانة نوال الزغبي. Yeah.
سمعنا هذه الأغنية الجميلة، أغنية 1100 من كلمات فارس اسكندر وألحان سليم سلامة. في البداية يعطيك الصحة والعافية. شكرا، نورتينا في ترى التتاف في هذا اليوم. ثانك يو. الفنانة نوال الزغبي، طبعا أغنية 1100 من ألبومك الجديد معرفش ليه، ومعرفش ليه رغم أنه نزل من شهرين تقريبا ما زال في المرتبة الأولى في الفيرجن. الحمد برأيك لله. الحمد لله طبعا. تستاهلين أكثر. بس في رأيك وين تكمن قوة الألبوم؟ شو السبب أن الألبوم ما زال في المراتب الأولى بالرغم من أنه مرن عليه شهرين تقريبا؟ أنه أي عمل الفنان بيقدمه وبيكون بالمراتب الأولى شهور، يعني هيدا دليل نجاح الحمد لله. و يعني ما في خبرة قديش أنا مبسوطة بعد تعب 3 سنين تحضير لهالألبوم. وأكيد هون بدي أتشكر كل شخص تعاون أو قدم بهالألبوم، إن كان ملحن، إن كان شاعر، إن كان موزع، كل الأشخاص اللي تعاونوا معي بهالألبوم أنا بدي أوجه لهم تحية، لأنه كمان بفضلهم أنا وصلت للمراتب الأولى. الفنانة نوال الزغبي، يعني الألبوم معرفش ليه الصورة جدا جميلة، ونحن نقدر نقول أنك ما شاء الله كل ألبوم تحلوين أكثر. شكرا. ميرسي. بس يعني بسألك بالنسبة الصورة، يعني في كثير ناس يسألونا ليش نوال تطلع لفوق، يعني ممكن تقلبين الشكر لرب من ربك ولا شو الموضوع؟ ما في أحلى أن الواحد على طول يطلع لفوق. يا سلام. وبعمري ما طلعت لتحت، على طول بتطلع لفوق. وبشكر ربي على كل ثانية وعلى كل دقيقة أعطاني إياها، وخاصة إنه بعدني بصحة جيدة والعالم اللي بتحبني حواليي. نتمنى لك الصحة دائما. شكرا. وإن شاء الله مسيرتك دائما لفوق إن شاء الله. الله يخليك. بس الفنانة أيضا لافت في ألبومك بالرغم يعني نجاحها الكبير، مع أنه ما تزامن مع صدور فيديو كليب في نفس الفترة، ويمكن هذا شيء نادر يسوونه الفنانين. ما أعرف هذا التحدي نعتبره ثقة بأن الألبوم ناجح 100%؟ بصراحة أول مرة بقدم عمل ألبوم جديد بدون ما صور فيديو كليب بيتزامن بنفس الوقت. يعني هلأ صورت الكليب، كليب 1100 اللي هلأ غنيناها، ورح تنزل حوالي 15 يوم إن الله راد. الحمد لله. ما بعرف شو بدي أقول أنه كتير سعيدة أنا أنه لأول مرة بقدم ألبوم بدون فيديو كليب. ونحن نتمنى لك التوفيق. صورتي طبعا كليب 1100 مع المخرج هادي البجوري. وعرفنا انا بقلين في الفيديو كليب باكثر من لوك، يعني هذا من الاسرار اللي خبرونا عنها. في اي صوره بيقدمك هذا الكليب؟ يعني شو الجديد اللي بيحمله؟ اول شيء هي الفكره فيها حب وفيها كوميدي، وأول مرة أنا تقريباً بصور هيك ستيل من الكليبات. يعني في جرأة. أي في جرأة، وخاصة أنه أنا باخد كل الشخصيات، شخصية الحبيبة وشخصية اللي هو جوزي بينعجب فيها، كمان أنا باخد الشخصية. يعني أنا مستغربة حالي كمان يعني ببعض الشخصيات عليك يعني اللي أنا تطلعي فوق وما حد يغطي عليك في الفيديو كليب. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب مسيرة فنية ناجحة عمرها 20 سنة، يعطيك الصحة والعافية، وأنت من أبرز الفنانات اللي قد يعني قدروا يستمرون بتجديد دائم، وهذا الشيء طبعا نادر. ويمكن كبار النقاد والفنانين قالوا أن الفنانة نوال الزغبي من الفنانين اللي يقدرون دائما يجددون يعقون للساحة. وطبعا البحث عن التجديد شيء صعب دائما، ويعني إرضاء الجمهور غاية لا تدرك في العادة. كيف قدرتي توصلين لهالشيء الفنانة نوال؟ يعني على طول كل عمل قبل ما ينزل بشهور بيبلش نحن عنا شيء اسمه نق، بتضلك تزن وتنق، يعني يلا وايمتى الالبوم وايمتى الفيديو كليب. يا عمي انا ما بعرف اشتغل هيك، انا بدي ركز، بدي اقدم شيء جديد، بدي نوع بمسيرتي الفنيه. يعني ماني طالعه فنانه جديده ممكن خاطر باي لون معين اقدمه للناس، في الوان معينه بدي اقدمها للناس تكون جديره انه اقدمها للناس وينعجبوا فيها ويحسوا انه في تجدد، انه مسيره. عندك الشخص ممكن تستشيرينه، منو ممكن تستشيرين في المواضيع هذه؟ الكبير والصغير. يا سلام يا سلام. ونحن نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في مسيرتك الفنيه العامره. شكرا. وراجعين لمشاهدينا ولكل اللي موجودين معنا في ترتتات، ترتبريك.